أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: بعض الناس يجالسون أهل البدع والأحزاب والجماعات المخالفة ويستمر معهم السنين الطوال، وإذا قيل لهم لا تجالسوهم قال هذا من باب الدعوة لكي أرجعهم إلى الحق، فما حكم هذا العمل؟ أول شيء الحكم بأنهم مبتدعة يحتاج إلى علماء، لأن بعض الإخوان يبدع الناس وهما عنده معرفة، كل من خالفه قال أنت مبتدع. فإذا ثبت أنهم مبتدعة، فإن كان عندك علم، أنت عندك علم وكان جلوسك معهم تملحة لأجل أن تدعوهم إلى الله بشرطين: أولاً يكون عندك علم، ثانياً أن ترى أنه لك تأثير عليهم فأن تجلس معهم، هذا من الدعوة إلى الله. أما يا أخي إذا كان ما عندك علم أو عندك علم لكن ما ينفع فيهم شيء ويعاندون، هؤلاء لا تجلس معهم لأنهم لا يريدون الحق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.